إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تاهو 2012 تغيير زيت أو السائل التبريد أو موير ديتر، ومنها برضو تغيير بلف الحرارة. ومن باب اللي هو تغيير بلف الحرارة سبق وطرحنا فكرة اللي هو تغيير بلف النيسان الديدسون اللي يفتح 76 على الفورد الماركيز من 2000 أو من 98 إلى 2011 أو 12. وسبق برضو طرحنا فكرة أنه من موديلات 2015 إلى 2020 بلف الحرارة فيه أصغر من المتوقع، ما نفهم من الصانع، ولكن بلف صغير مرة فيختلف عن الموديلات السابقة. فتم استمرار البلف وتصميمه من 2015 إلى 2020. بعدها في 21 التاهو اليوكن رجع البلف والتصميم حق الكوع نفس الموديلات 14 وما قبل. طبعا أنا سويت طريقة التركيب، الفكرة أنه أقدر أستخدم على موتري 2015 التاهو اليوكن وبرضو السيرة والسلفرادو من 14 إلى 2020، فكرة الموديلات القديمة أو فكرة الموديل 21 اللي هو استبدال الكوع. وراح اعطيكم له صوره المقاطع اللي موجوده في اليوتيوب، اني اخذت للموديلات 2015 كوع من شركه اكسيد يعطيني نفس الحجم هذا ولكن بنفس التصميم حق الموديلات 2015، وركبت عليه بلف الحراره حق الموديلات 2014. فقامت الشركه، طبعا مو تقليد اللي انا شخص عادي ولا هو في المجال التقليد، ولكنه دائما الشركات تكون فيها عندها تجربه معينه في نظام معين تلقاها في مشكله بعدين راح يحدثوها وأكثر من مشكلة. فترمبة الموية كانت في الموديل 15، كان في الجنب هنا 14 في المنتصف، رجعوا الآن في 21 مكان الترمبة نفسها ونفس التصميم والبلف في مكانه من أسفل ونفس الكوع حق الموديل 14. أنا طبقت الفكرة هذه على الموديل 15 وشفت الصور في البداية اللي هو المقاطع الموجودة اللي فيها تطبيق سواء حق موديل 2015، وإذا غيرت الكوع تقدر تركب عليها البلف حقه الموديل 2014، تقدر تركب عليه برضو نفس المقطع حق تايوتا اللي هو البلف اللي يفتح 82 حق سيارة الكامري، أو تقدر برضو تركب عليه نفس البلف هذا حق الديدسون أو النيسان من 90 أو 92 وطالع يفتح 72، أو تركب برضو حق البلف في الكابرس اللي يفتح 71. طبعا هذا رقم النيسان سابق تجربته على الفورد، وايضا يركب بالملي على الكوع الموديل 2014 وما قبل، وهذا يعطيك خيارات افضل للبلف، لانه في صراحه حق التايوتا سعره الاصلي حق الكامري ما يتعدى ال 55000 اصلي وكاله، حق الديدسون اصلي وكاله ما يتعدى الميتريال، حق التاهو يكون طبعا مو وكاله غلا ولكنه يفتح على 86. هنا عندي يفتح على 86، وانا اشوف صراحه ما يتناسب في اجوان الخليج، ومع ذلك سعره ما يقل عن 150 الى 200 ريال. وحتى البلف الرياضي يفتح على 71 ولكنه سعره غالي، ولكن فيه اشياء بديله تقدر تستخدمها في سيارات اخرى بدون الحاجه لشراء بلف رياضي. اصلا البلف حق الديدسون يفتح 76 ويعتبر بلف رياضي، البلف الكابرس يفتح اللي هو حق التسعينات برضو يفتح على 71 ويعتبر بلف رياضي، وبدون الحاجة للبرمجة، بدون الحاجة للبرمجة، لأنه تشغيلك للأمانة للمكيف يغنيك على البرمجة، لأنه تشغيل المكيف تشتغل المروحة على أقصى سرعة بدون تقييد وقت.
وراح اعطيكم تجربه سابقه وبعد، لانه التجربه المعروفه المتعاهد عليها في التاهو اليوكن، حراره المروحه الطبيعيه المروحه العاديه تشتغل بعد 94 وتفصل او تطفي بعد اقل له من 88. في الموديلات 2015 الى 2020 تشتغل المروحه السرعه الاولى على 100، ولكن السرعات في 2015 اكثر من سرعه، في 5 سرعات متدرجه عن طريق الكمبيوتر، ما هو محدده في سرعات زي نفس النظام 2015 او 14 وما قبل، 14 وقبل سرعتين خفيف وضغط عالي، ضغط عالي مع المكيف او اذا حاجه احتاج المحرك للتبريد. في الموديلات 2015 تشتغل حراره اول سرعه على 100 ولكن لها 5 اوضاع، منها 20 و 30 وال 40 وال 50 وبعدين له 70 وال 90. طبعا اختلاف نظام الكمبيوتر، هذه لها كتابتات المراوح، هذه كمان لها كتابتات، على العموم ما لي علاقه بدخل في التفاصيل عشان لكن عشان بس ابين انه اختلاف التبريد. فتقدر برضه لانه حتى برضه مشاكل 2015 وطالع الى 2020 دائما نسمع انه والله فيه المروحه تطفي السياره والمروحه تظل شغاله وتلاقي العدد حق المؤشر يطيح، ودائما اسبابها مو في حساس الحراره، دائما اسبابها اللي هو مشكله البلف ضعيف وصغير ودائما يضرب فيها البلف، فتلاقي عندك حلين، يا تغير البلف او انك، وهذا غالبا تغير البلف. فللامانه ما شفنا مشاكل في هذا البلوف حق سياره التاهو اليوكن سابقا، ولكن هذا بس من باب التجربه. تقدر تغير الكوع نفس نظام الموديل القديم ولكن عن طريق شركه اكسيد، او اذا عندك موقع من المواقع تشتري من برا وتركب عليه نفس البلف، وبعدين لك الخيار تبغى تركب 71 76 82 86 كل البلوف على هذا الحجم الكوع يركب لك البلف. لكن حق الألمانة 2015 طالع البلف محصور على بلف محدد ولا يركب له أي شيء بديل، وإذا قمت تعدل على الكوع راح ينكسر معك، لأنه للأسف الكوع عبارة عن ألمنيوم أو عبارة عن بلاستيك مقوى، يعني غير قابل للتعديل. فهذا من باب التذكير. فراح أنا أركب لكم البلف حق الدسن، هذا مقاس 86 على الجلده حقت البلف حق الوكاله، وراح اركب لكم اياه هذا كمثال، لان هذا الكوع انا عندي حاطه احتياطي، كوع مستخدم، وايضا حتى البلف هذا برضه مستخدم، لانه الرجال اخذ البلف والجلده على اساس ياخذ من قطع الغيار حق البلف النيسان، لكن ما لقي. برضه انا اخذت بدوري، كان عندي واحد مستخدم، فانا بدوري راح دورت ولقيت نفس البلف بنفس الرقم، وراح اركب لكم اياه، وراح نفتح الكوع حق الحراره المويه ونركب البلف ونغير مويه اصلي بعون الله. لاحظوا تركيب البلف حق النيسان الدسن ركب معنا بالملي، ولو انه اصغر بنوعا ما بسيط من القطر الخارجي من حق الوكاله، ولكنه مع تركيب الجلده ومع انضغاطها داخل المجرى المجرى ما شاء الله تبارك الله ثابت بكل ريحيه، واساسا اثناء الكبس والتركيب هذه تنطبق على الطبقه الداخليه ويركب بالملي ولا يصير في اي فضاوه. هذا تركيب البلف بعد تركيب الجلده على الكوع البلف 2007 الى 14، وحتى ينطبق على الموديلات السابقه الى 2000، وينطبق برضه على موديلات 2015 اذا تغير الكوع من شركه اكسيد. تم التركيب، طبعا ركبنا شغلنا عبينا مويه اصلي وراح فيها مشوار، بعدين راح نعبي لانه مع الحركه راح ينقص نوعا ما. من ناحيه برضه الصرفيه عشان نكون باب العلم، تنزيل الحراره 10% الى 15% ما يضر ولا ياثر على صرفيه البنزين. اللي ياثر على صرفيه البنزين هو الغاء بلف الحراره، احنا ما لغينا، نزلنا فقط 10% بدل ما كان 86 خليناها 76 او نخليها 71، ما يضر من واقع تجربه. طبعا ما شاء الله الان حراره 87، وطبعا بدون مكيف سياره واقفه بدون برمجه راح تكون نظام المراوح نفس الوكاله، ما في اي اختلاف، لكن مع المكيف راح يختلف في الاستخدام او في الوقوف، وحتى في الاستخدام في الحركه بدون مكيف برضه راح يفرق، لكنه هو اللي يعني تخفيض الحراره نوعا ما 10% برضه حتى يريح المروحة أنها ما تشتغل بشكل أسرع، يعني ما تشتغل إلا للحاجة حتى لو كانت السرعة الأولى، لأن أساسا البلف راح يفتح على 76 فيسمح أنه يأخذ الدورة للتبريد، ولكن لو أحتاج وارتفعت الحرارة
راح تشتغل المراوح على 94. يجيك واحد يقول لك والله الان في المنطقه البارده لا ما ينفع، كيف يسخن؟ طبعا اساسا انت الان اللي فقط اللي انت معدل عليه فقط البلف 76، يعني اساسا في قبل وبعد ما تشتغل معاك المراوح الا على 94، يعني وين المضر؟ اذا كان عندك في السابق البلف يفتح 86 وتشتغل معاك المراوح على 94، يعني ايش اللي مضرها على البلف السابق والان بيضرها؟ بالعكس هذا الان يعطي اساسا ما راح تسخن سياره، لانه المراوح تكون طافيه ولا تشتغل 94. لاحظوا الان وصلنا 91 وراح اصور لكم ان شاء الله على الواقع المروحه. شوف الان صوت المروحه طافيه بالكامل، هذه المروحه طافيه نفس النظام الاول. لاحظ الان متى تشتغل المروحه، تشتغل المروحه على 94 الى الان ما اشتغلت، بس توصل ل 94 تشتغل. بس لو شغلنا المكيف هنا راح يفرق ويعطي تبريد افضل وبدون الحاجه للبرمجه. الان تشتغل المروحه. تشتغل المراوح اول ما يصل الى 88 راح تطفي المراوح. لاحظ الان 95 تنزل الحراره الى 88، يعني في الوقوف تكون نفس السابق ما في اي اختلاف من 88 89 الى 95، هذا في الوقوف ما في اي تعديل. الاختلاف برضه ارجع اكرر انه على المكيف. لاحظ الان 89، بس توصل 88 تطفي المراوح، طفت المراوح، طفت المراوح. وايضا حتى البلف والمؤشر بيكون نفس المعدل الطبيعي. ليش؟ لانه الحراره في الرنج الطبيعي اللي هم يعتبر من 88 ل 94. لكن الان راح نشغل المكيف وتشوفون الفرق. تشتغل المروحه، لاحظوا تشتغل المروحة السرعة الأولى هذه ممكن الآن، بس لو احتاج تشتغل الضغط العالي راح المروحة الأولى تشتغل مع المكيف بدون أي توقيف وما لها علاقة بالتوقيف، يعني ما لها حاجة في البرمجة. وراح نشوف الآن نتابع الحرارة وين توصل معنا في عن طريق اللي هو الداتا. هذا الآن تجربة في الوقوف باقي في الممشى، نعطيكم بدون مكيف مع المكيف. لاحظوا الحرارة لأنه مستمر المروحة شغالة فراح تنزل الى اقل من 88 و87 وتوصل حتى معاك الى السبعينات. هذا الان مع تشغيل المكيف. شوفوا لاحظوا في النزول. لاحظوا الحراره وين تنزل 83، وكل ما اشتغل المكيف فصل او كل ما فصل المكيف تفصل المراوح. ولكن هذا حتى في المناطق البارده لو ما اضطرت تشغل المكيف اساسا الجو بارد وهو اللي راح يبرد على في الوقوف او حتى في الاستخدام، يعني حتى لو ما تحط المكيف برضه راح يبرد معاك عن طريق الجو الخارجي. لاحظوا المكيف يشتغل يفصل ففي نزول. نشوف كم اقصى درجة في النزول. ما شاء الله تبارك الله، اقصى درجة حرارة وصلت لانه بحكم المكيف يفصل ويشتغل يفصل ويشتغل 69، يعني بصراحة افضل من السابق بحدود يمكن 10%، او في السابق دائما في حدود 88 89 الى 94، الان صارت انقص او اقل 89. هذا مع المكيف، هذا مع المكيف. وهذه حرارة المكيف في الوقوف، يعني اقل من النص بشرطة. الآن هذا مع المكيف، الآن بنجرب بدون مكيف في الخط. طفي المكيف الآن. طبعا لاحظوا ما شاء الله في الممشى أنا خدت يمكن شوية وقفة وصلت إلى 92، والآن بس مشيت يمكن حدود الكيلو ولسه مستمر وصلت إلى 81 وفي النزول، في النزول ما شاء الله تبارك الله بدون مكيف.
خمسة بس كذا فيها 10 كيلو، وبعدين اصور لكم على كم الخط النهائي وصل الحرارة. ما شاء الله تبارك الله، على سرعة 110 الحرارة 79، نفسه كأنك شغل مكيف وسيارة باردة واقفة، وهذا في الاستخدام بدون مكيف بدون مروحة او بدون استخدام المكيف، وما شاء الله وصلت الحرارة 79، يعني اقل من الوكالة بعشرة. وهذه السرعة عندي الان هنا، وهذا المؤشر ما شاء الله تبارك الله، وهذا بدون مكيف، وراح الان اجرب مع المكيف، مع انه اساسا خلاص يعني مع المكيف بدون مكيف في الاستخدام بيكون الحرارة هي نفسها ثابتة على 79، في الوقوف مع المكيف 79، مع بدون مكيف بتكون نفس درجة الحرارة الوكالة. طبعا شغلنا المكيف وبنشوف مع وصول النهاية للبيت ونشوف كم درجة الحرارة تستقر عليه، بس زي ما ذكرت لكم مكيف دون مكيف وانت ماشي ما راح تنزل اكثر، لانه في بلف يحكم دائرة التبريد والنظام التبريد. ما شاء الله تبارك الله، زي ما ذكرت لكم نفس الكلام، مكيف في الخط بيبقى مستقر ومنتظم على 79، ولكن هذا ما شاء الله تبارك الله افضل من بلف الوكاله، ولا في مشاكل في صرفه البنزين. وهذا على السرعات، مؤشر ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيه خير ويشرفه. ايضا حتى حراره الجير كلما قل نظام التبريد وحراره المحرك او حراره المحرك او رديتر المحرك كلما قلت كلما برضه قلت حراره الجير. فمثلا لو عنده كان في الصيف توصل الى 80 او 85 راح بعون الله توصل الى اقل من السابق ب 10 درجات، حاليا في الليل و 63، لو كان على بلف الوكاله كان بتظل في السبعينات 75 حول كذا، فيعني تفيد حراره المحرك وتفيد حتى الجير من ناحيه التبريد، لانه السياره ستوك وكاله ومعروف الوكاله حق التبريد زيت الجير عن طريق له طبه الراديتر ثم عن المبرد الخارجي. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.